يا صباح الفل عليكم كلكم، صباح نتيجة الثانوية العامة. بصوا معايا، يعني تقريبا الحلقة دي قبل ما تكون نزلت هتكون نتيجة الثانوية العامة ظهرت. انا في الحلقة دي هقول لكم كلام مهم جدا، هيبقى فيه كلام للطلبة بتوع الثانوية العامة وكلام للأهل، موجه للأهل. كلام هيهمكم، خلاصة تجربتي وتجارب ناس كتير قوي مروا بالمواقف اللي انتوا بتمروا بيها، لحد كمان يعني كتابة الرغبات بتاعت اختيار الكليات يعني ان شاء الله. فتابعوا النقط اللي انا هتكلم فيها لان هي نقط مهمة. النقطة الاولانية، في النقطة الاولانية انا بس يعني قبل ما ابدأ اي شيء انا حابة اقول لكم مبروك وانبسطوا وافرحوا، وسواء جبتوا المجموع اللي انتوا نفسكوا فيه او يعني جبتوا اقل من اللي نفسكوا فيه، فان الحياة ما انتهتش، بالعكس انتوا ممكن تحققوا انجازات رهيبة 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 خالص فيما بعد. ده مجرد اختبار بسيط من الاختبارات الكتير اللي هتشوفوها لسه في الحياة. انا بس حابة في النقطة الاولانية اوضح لكم وجهة بعض الاهالي اللي هيكونوا زعلانين جدا من نتيجة ولادهم اللي هتطلع عكس توقعاتهم. بصوا، الاهالي بتبذل وقت ومجهود وفلوس علشان نفسها دايما ان اولادها يكونوا احسن منهم، فتلاقوا بعض الاهالي متضايقين وزعلانين، فهم شويه كده وهيفكوا وهيروقوا وهيتقبلوا الوضع، وكلمتين حلوين منكم وافرحوا وانبسطوا. وانا هوجه كلمتين للاهالي يعني في النقط اللي جايه فاسمعوها برده، بس انا حبيت اوضح لكم بشكل او باخر يعني ان هم ليه ممكن يكونوا زعلانين. بس مش كل الاهالي هتزعل، دول بس جزء بسيط من الاهالي، لكن الاهالي الفاهمه والواعيه كويس جدا عارفه ان النجاح او الرزق مش شهاده وبس، وان الانسان مش معنى ان هو ما جابش مجموع في الثانويه العامه ان هو كده انسان فاشل، لا خالص، ممكن ينجح وممكن يكون احسن واحد في الكون، ممكن يوصل لمركز مرموق جدا في المجتمع، ممكن يكسب فلوس كتير حلوه جدا. وعارفين برضو ان في بعض الاهالي عارفه كويس جدا ان مش لازم يكون خريج طب او هندسه علشان يبقى شخص متميز، لان في ناس خريجي طب وهندسه، انا بدي على سبيل المثال كليه طب وهندسه لان دي كليات القمه اللي الاهالي زمان كلها كان نفسها اولادهم كلهم يطلعوا دكاتره ومهندسين. بس عامه انا بقول يعني ان في دكاتره ومهندسين بيخرجوا مش طايقين المهنه بتاعتهم، وفي ناس ما بيشتغلوش، وفي ناس بيبقوا خريجي كليات القمه من ادبي وما بيلاقوش وظيفه، وممكن يلاقوا وظيفه بس ما يبقاش مهندس ناجح، ما يبقاش دكتور ناجح، وهكذا يعني. وفي كده الاحوال انبسطوا بمجموعكم، انتوا مريتوا فتره صعبه جدا جدا جدا، فتره رهب فيها رهبه الثانويه العامه، الا لو كنتوا يعني من الناس المحظوظه اللي قبل ما تخشوا الثانويه العامه في ناس فهمتكم يعني ايه ثانويه عامه وازاي تعدوها وازاي ما تخافوش منها، لان الثانويه العامه لو ما فهمتوش الكلام ده فهي ليها رهبة. تمام، دي رقم واحد. رقم اتنين، انت كنت نازل وتمتحن ثانوية عامة ويعني في عز قلق الكورونا، كنت خايف على نفسك لما ترجعش، خايف على اهلك انك تنقلهم العدوى، خايف على اصحابك انك تنقلهم العدوى، فهي كانت سنة صعبة. فافرحوا بكل اللي مريتوا بيه وانبسطوا. اقدر عايز اتكلم فيها، في ناس كتير بتبذل مجهود رهيب طول السنة وفي الاخر خالص بتتفاجئ ان مجموعها مش هو المجموع اللي هي كانت متوقعاه، او بلاقي مثلا ناس بتكون هي عارفه كويس قوي انها تجيب مجموع قليل وبتجيبه. الناس دي بصوا يا جماعه، عايزه اوضح لكم وجهه نظر كده حلوه ومهمه واساس يعني. ربنا سبحانه وتعالى بيكون عارف كويس قوي فين الخير للبني ادم. يعني ممكن تكون انت كل على سبيل المثال كليه الطب دي انت شايفها حلمك وهدفك واللي نفسك فيه كله، بس هو ربنا عارف ان ده مش الخير ليك، وان انت لو عملت مثلا رحت المكان الفلاني انت ممكن يبقى ده الخير فيك خير ليك، ومش بس كده، لا ده كمان هتحقق فيه كل احلامك اللي نفسك تحققها في كل احلامك اللي نفسك تحققها في كليه الطب. يعني مش بس هيوديك مكان فيه الخير، لا ده هيحقق لك احلامك كلها، منع عنك شر وداك خير وهيحقق لك احلامك. انا عارف ناس كويس قوي كان نفسها تخش طب، تمام، ودخلوا اداب، يعني من طب الاداب، مع طبعا اداب حلوه وما قلناش حاجه، بس هم كانوا علمي يعني، فكان نفسهم انهم يخشوا طب بشري، الحقوا اي كليه من كليات الطب يعني، دخلوا اداب مجموعهم ما جابش خالص. مع العلم يعني ان الكليات الادبيه من العلمي بتاخد مجموع كبير على فكره، فاداب كانت مجموعها كبير. المهم يعني دخلوا كليه اداب ويأسوا، ابدا عايز اقول لكم ان هما طلعوا معيدين في كليه اداب، واصحابهم اللي دخلوا كليه طب سقطوا وما بقوش حيت اصلا كمان، يعني ما فادوش حد، ما ادوش العلم اللي هما استفادوه بحد. فهي مش نهايه المطاف، هو ربنا يريد لك انك تروح المكان الفلاني ده عشان تستفيد منه وتتعلم عشان تنجح،
فانت مش انسان فاشل انك ما جبتش المجموع اللي نفسك فيه او انك جبت مجموع قليل، لا خالص. على فكرة انك تبقى انسان فاشل انك تيأس وتقول انا دخلت مكان مش نفسي فيه فخلاص ما احضرش محاضرات، ما روحش جامعة، ما اهتمش، ما بقاش حريص على ان انا اتعلم واطور من نفسي، لا خالص ما فيش الكلام ده. انت كده ساعتها تبقى انسان فاشل. تمام؟ سوق العمل دايما محتاج الانسان اللي هو على طول بيطور من نفسه، بياخد كورسات، بيتعلم لغات، بياخد بيطور نفسه مهارات الحاسب الالي او الكمبيوتر عامه وهكذا. تمام؟ فانت لو عملت كده هتبقى انسان ناجح وهتلاقي وظيفه حلوه جدا في مجالك. طور من نفسك، المكان اللي انت دخلته حاول تنجح فيه، حاول تتميز فيه. لو ممكن تطلع معيد ملحقتش مثلا، ممكن تاخد كورسات وتشتغل في بالمجال اللي انت اتخرجت فيه في شركه حلوه قوي عشان انت واخد كورسات كتير قوي ومطور نفسك ومجهز نفسك في سوق العمل. ولو سبق وعملت حلقه عن مدرسه جامعه او بعدها لسه في امل، هسيب لكم اللينك بتاعها في تسويق صندوق الوصف وي او التعليق. شوفوا الحلقه دي، سوري اعذروني على التصوير ساعتها ما كانش جيد يعني، لكن الكلام هيفكوا مهم جدا. وبرده هسيب لكم حلقه مواقع الكورسات علشان لو حابين تاخدوا بقى ايه كام كورس كده في الاجازه لحد دخول الجامعة. تمام؟ طيب يبقى الإنسان الناجح مش هو الإنسان اللي دخل كلية قمة أو اللي وصل لحلمه من أول لحظة وبسهولة شديدة، لا خالص. هو الإنسان اللي قاعد يبذل مجهود ويطور من نفسه. فزي ما قلت لكم هما ممكن تطلعوا معيدين في الجامعة وبعد كده دكاترة بإذن الله، أو ممكن بعد كده تخرجوا من ما تشتغلوا يعني تخرجوا من الكلية اللي انتوا فيها دي وتشتغلوا في شركات حلوة جدا بسبب التطور اللي انتوا عملتوه في شخصيتكم وزودتوا العلم بتاعكم، او ممكن تسيبوا المجال ده اصلا وتخشوا تختاروا مجال تالت خالص غير المجال. يعني شوفوا انتوا عايزين تخشوا طب مثلا ودخلتوا مثلا اداب، طلعتوا اشتغلتوا في مجال تالت خالص، برضو انتوا كنتوا بتاخدوا تو يعني مهتمين بالدراسه وكل حاجه بس كنتوا بتاخدوا كورسات في المجال اللي نفسكم فيه، فمش نهايه العالم ومش نهايه المطاف خالص. دايما طول ما انتوا عايشين وبصحه وبعافيه انتوا تقدروا تتميزوا، تقدروا تنجحوا، انبسطوا وافرحوا بمجموعكم، انتوا بصحتكم ولسه في ايديكم ان انتوا تنجحوا وتبقوا ناس حلوه جدا. والرزق مش بالشهاده خالص، الرزق ممكن يكون صحه، اولاد حلوه، زوجه حلوه، وظيفه مريحة، الرزق متنوع. فانبسطوا وافرحوا وافرحوا ان انتوا عديتوا في اول اختبار حقيقي في الحياة، لان الاختبارات اللي بعد كده اصعب شوية بس حلوة برضو هتعدوها ان شاء الله. ما تيأسوش. يعني ايه؟ يعني في ناس كتير قوي دخلت معهد، تمام؟ وبعد المعهد دخلوا كلية هندسة ودخلوا كلية تجارة، تمام؟ وتخرجوا من هندسة وتجارة. فانت حلمك ما ضاعش. مش معنى ان انت دخلت معهد انت كده خلاص ضعت، لا خالص. انت كده يعني اتأخرت شوية بس هتتعلم منه. يعني انا في ناس كتير قوي دخلت معهد وما كانش معها فلوس ان هي تكمل كلية، فكانوا مضطرين يشتغلوا بعد المعهد بالمعهد بتاعهم ده علشان خاطر يحوشوا فلوس علشان خاطر يكملوا دراسة الجامعة بتاعته، تمام؟ فعملوا كده فعلا وكسبوا خبرة. معايا دلوقتي في اتجاه حديث ان انت محتاج كليه من كليات القمه، ممكن اهلك يدخلوك كليه خاصه، التعليم الخاص يعني الناس بتتجه ليه علشان دايما بيقول نفسهم ولادهم بيكونوا احسن. مش كل الاهالي معاها او متاح ليها انها تعلم ولادها تعليم خاص، فبالتالي لو انت وصاحبك جايبين نفس المجموعه وانت وصاحبتك جايبين نفس المجموعه ولقيتيها دخلت جامعه خاصه وانت ما دخلتيش، فما تبديش تقولي وتشتكي لاهلك ان هم مقصرين معاكي وان هم هم سبب في ضياع مستقبلك، لا خالص. انا عايزه اقول لك ان ده مش هم السبب. لو هيبقى فيه سبب لضياع مستقبلك فهو هيبقى انتي او انت، لكن الاهالي بذلت اقصى ما عندها عشان يخلوك تكمل تعليمك ويدوك دروس، فما تلومهمش لو مش متاح بالنسبة لهم ان هم يعني يعلموك تعليم خاص. لكن لو انت مين سبب نجاح او فشل هيبقى انت. وده اللي انا اتكلمت فيه في النقطه اللي فاتت، ان انت ممكن تكون انسان ناجح، تقدر تحقق اهدافك، تقدر تبقى انسان ذو قيمه في المجتمع، تلاقي وظيفه حلوه، تلاقي دخل حلو، كل حاجه في الكون، بس لازم تطور من نفسك ولازم تحضر محاضراتك وتهتم جدا بالدراسه. النقطه اللي بعد كده اللي هتكلم فيها هي نقطه للاهل. بصوا معايا، عارفه ان نتيجه الثانويه العامه ممكن تكون صادمه للبعض، صادمة، بس الثانوية العامة هي الحاجة الوحيدة اللي بتفضل ذكرى في دماغ الابن او الابنة. فاحضنوهم ايا كانت المجموعة اللي هما جابوه، احضنوهم، انبسطوا وفرحوا وفرحوهم.
لان دي مش نهاية المطاف ومش نهاية رزقهم على الارض، واحمدوا ربنا ان هم بصحة وبعافية وان هم بخير يقدروا يخدموا نفسهم وان هم قواهم العقلية كويسة. ما جابوش كلية حلوة، بس ممكن يكونوا حاجة حلوة، ممكن يكونوا عيال صالحة يدعوا لكم بعد وفاتكم، ممكن يكونوا سند ليكم. الرزق عمره ما كان بالشهادة، ممكن يشتغلوا في وظيفة حلوة جدا، ف ملهاش علاقة خالص بفكرة ان هما جابوا مجموع وحش وان انت تتبرى منهم او ان انت تخوفهم او ان هما يأذوا نفسهم من الخوف بسببكم. خالص بالعكس، انت دايما احضنوهم، احمدوا ربنا. انا اعرف ناس عيالها جابت 60%، فرحوا كانوا بيزغرات، بس انتوا بذلتوا مجهود، انتوا عملتوا اللي عليكم، انتوا حتى هما عارفين ان قدرات عيالهم كده، وعيالهم نجحوا وجابوا تقدير حلو في الجامعات وخلصوا. قعدوا يقولوا لهم الحمد لله ان انتوا بصحه وان انتوا موجودين في وسطينا، اي حاجه تانية في الكون بتتعوض. وزي ما قلت لكم، الرزق مش بالشهادات خالص، الرزق ممكن يكون زوج حلو، وظيفه حلوه، زوجه حلوه، وظيفه مريحه، عيال حلوه، هاديين ومطيعين، بيسمعوكوا، شقه حلوه، راحه بال، حاجات كتير قوي. فانبسطوا وفرحوا، فرحوهم، وادوهم دايما، اقعدوا معاهم وكلموهم وفهموهم كويس قوي عن اللي جاي، عرفوهم اخطائهم. لو غلطوا اقعدوا بهدوء وكلموهم، انتوا غلطتوا في 1 2 3، حسنوها علشان ما يحصلش ده تاني، وهكذا. وطول ما انتوا عايشين حسسوهم ان انتوا السند ليهم، ما يخافوش منكم وما يترعبوش، لان زي ما قلت لكم الثانوية العامة هي ذكرى، رد فعلك فيها لابنك او بنتك هي حاجة بتثبت هنا، ما بتتشلش وما بتتمحيش وما بتتنسيش، وكمان بتأثر في شخصيته. انت اللي بايدك انك تشجعه انه يكون احسن وافضل في المستقبل، او انه هو خلاص يعتبر نفسه انسان فاشل. وما تديش فرصة لحد من عيلتك ان هم يتريقوا على ابنك لو جاب مجموع، او بنتك لو جاب مجموع قليل. بالعكس، خليك دايما فخور ومبسوط بيهم، فخور ان هم جنبك، مبسوط بيهم، لان دي نعمة، نعمة كبيرة قوي 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 قوي. ناس نفسها عيالها تكون جنبها، ناس نفسها عيالها يكونوا بيسمعوا او بيشوفوا او بيفهموا، او حتى دخلوا ثانوية عامة وجابوا اي حاجة، تمام. فدي نعمة رهيبة، انبسطوا وفرحوا، كلكم فرحوا بكلام حلو قولوه لبعض، بشوكولاتة كده حلوة هدوها ببعض وانبسطوا. دي مش نهاية المطاف، مش نهاية الحياة، ولسه هتنجحوا ياما، بس بذلوا مجهود ويعرفوا كويس قوي ان ربنا ممكن يكون كاتب لكم طريق تاني فيه خير ورزق وسعادة، وصباحكم هنا وسرور. واشوفكم في نصيحة جديدة من حلقات برنامج سارة ونصيحة على الماشي. باي باي.